أعزائي المشاهدين، مساء الخير. تحية طيبة مبعثها القلب إلى عشاق استوديو 85. فنأخذ الأماكن ولنبحر في سفرة جديدة ومنوعة مع الألحان والأجواء الموسيقية. أجمل الآلات الموسيقية أو ملك الآلات الموسيقية ألا وهو البيانو، هذا يعني بأن ضيف اليوم هو أستاذ في الموسيقى، بل أكثر من ذلك فهو دكتور، الدكتور الموسيقار الأستاذ جمال سلامة. أهلا دكتور. قبل أن ندخل في صلب الموضوع نتكلم عن ألحانك وموسيقاك المعروفة، يا ترى كيف كفنان دارس الموسيقى كيف تحكم على الأصوات وكيف تحكم على صوت الفنان اللبناني الذي استمع عليه المطرب والملحن ملحم بركات؟ هو الحقيقة يعني أنا دهشت وأعجبت أن يعني ممكن في يعني برضو لبنان بتطلع أصوات جميلة كعادتها، وكمان مقدرته على التلحين بينت أنه حيبقى له مستقبل كبير في عالم الغناء والتلحين. ده حكمك حكم آخر لأنك دكتور موسيقار. طبعا الواحد يعني مش مجرد بس انه بيسمع يعني ويندمج فقط، لا، بيشوف امكانياته الصوتيه وبيشوف امكانياته اللحنيه ومقدرته العلميه على توصيل يعني اللي عايز يقوله في انغام بتوصل الى الجماهير. كيف بدايتك كانت البدايه الموسيقيه؟ كنت موسيقي ثم كيف تطرقت الى عالم الالحان؟ البدايه بالنسبه لي سريعه جدا، انا من عائله موسيقيه وتعلمت في كونسيرفاتوار القاهرة دراسة البيانو، ثم حصلت على أعلى شهادة في الكونسيرفاتوار وسافرت في موسكو، حصلت على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي مع المؤلف العالمي خاتشادوريان لمدة خاتشادوريان اللي أيوه. كل الوطن العربي بيسمع موسيقى، ولمدة 3 سنوات. ورجعت سنة 76 مارست التلحين والموسيقى التصويرية مع زملائي الآخرين، وإلى الآن بمارس التلحين والموسيقى التصويرية وموسيقى التصويرية للمسلسلات التلفزيونية أيضا. طبعا الجمهور يشاهد دائما الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات كما قلنا الدكتور جمال سلامة. أهم هذه الأفلام التي تميزت بها؟ هو طبعا أنا يمكن عملت 80% من الموسيقى التصويرية للأفلام المصرية الآن، لكن بعتز بفيلم يعني عملته اسمه العذاب امرأة، وكانت موسيقاه يعني بينت البيانو وبينت اسلوبي انا في التأليف الموسيقي بالنسبة للموسيقى التصويرية. ولو حبيت اسمعكم موسيقى العذاب امرأة ممكن. Thank you.
شكرا. العفو. العذاب امرأة. اذا فيلم الموسيقى التصويرية للدكتور جمال سلام. ثم امرأة. وبعدين انتقلنا بعد كده الى الموسيقى التصويرية للمسلسلات التلفزيونية، ويمكن كانت البداية ليا في المسلسلات التلفزيونية اللي بينتني او اظهرتني كمان كملحن وعلى مستوى الوطن العربي كله وفي الاعمال الدينية، كان طبعا موسيقى التصويرية او التتر الغنائي لمسلسل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما نستمع الى مقطع يعني برضو في نقلته، انه كيف يمكن يعني ان الواحد يعمل الحان الدينية ويستخدم آلة البيانو، وهنا يعني لو لعبنا اللحن نفسه على البيانو هيكون اكبر دليل ان ممكن الحاننا تنتقل من المحلية الى العالمية باستخدام الآلات العالمية زي البيانو. تقريبا لما بتتحول الالحان للعزف طبعا على البيانو بتختلف طبعا لوجود الكلمات ووجود الايقاعات، توزيع اخر طبعا. بيبقى توزيع اخر يعني. ماذا نقدر لو اردنا ان نقول، ماذا اضاف الدكتور سلامه الى الموسيقى العربيه؟ هو طبعا الاضافه بتاعتي لا تذكر يعني في مجال الموسيقى العربيه، وانا ما افتكرش ان يعني كل الحاجات الجميله اللي موجوده طبعا. لكن اقدر اقول يكفي ان انا مختلف عن الاخرين، يعني تملي اذا الشباب ما حاولش انه يقدم الجديد اللي مش يكون يعني احسن من القديم او اوحش او بتاع، لا المهم انه يكون شيء مختلف عن الجيل اللي قبله. فانا يعني طريق مكمل للي سبقوني من الملحنين ومن الفنانين، وبحاول اقدم في شيء في الفن المصري والفن العربي، وأقدر أقول يعني موسيقى الشباب. ممكن توصيلها بطريقة أو أخرى إلى العالم، وكيف؟ عملية أن طبعا وجود دلوقتي التلفزيون ووجود الراديو وكل الشباب وكل الوطن العربي بيسمع الألحان العالمية، والتلستار بينقل الموسيقى من كل حتة وبتاع، يعني دي ضروري أدت طموح للفنانين العرب أن عايزين موسيقاهم دي توصل إلى العالمية. وانا بقول اللي سبقونا لده طبعا الرحبانية وفيروز، يعني وانا كنت في اوروبا او في روسيا كنت بسمع الحانهم هنا، فالطريق اللي هو اسهل طريق لوصول موسيقانا الى العالمية انه يكون اللحن محلي جدا، اللحن
من البيئة نفسها، مرتبط بالبيئة اللي بيطلع منها اللحن. قصة شعب لازم يكون اللحن يعني بيقول الهوية بتاعته طبعا. إذا كان لبناني، إذا كان مصري، إذا كان أردني، لازم. أما التوزيع الموسيقى أو استخدام هذا اللحن على الآلات الشعبية، ده بيبقى طريق ضيق للوصول إلى العالمية. لكن لو حولنا هذه الألحان واستخدمنا البيانو والآلات الوترية والآلات العالمية، بيبقى سهل جدا إن هو يوصل للعالمية، مع الاحتفاظ بشخصية اللحن القومية لكل بلد عربي. انتقالة أخرى إلى الموسيقى الاستعراضية أو الاستعراضات الغنائية. طبعا بعد الواحد ما ليه في مجال الموسيقى، ليه سيمفونيات وليه أعمال لموسيقى الحجرة بيعزفها مثلا رمزي ياسة في باريس، وبيعزفها الأوركسترا السيمفوني في القاهرة، والموسيقى التصويرية للأفلام والموسيقى التصويرية للمسلسلات. كان في خط آخر كان موجود عندنا في الموسيقى المصرية، هو الاستعراضات الغنائية الراقصة، وكانت يعني بتقدمه الفنانة نعيمة عاكف، كانت بتقدم اسلوب الرقص مع استعراضات جميلة، وفي الوقت نفسه عندها القدرة على الغناء. بعد وفاة المرحومة نعيمة عاكف اللون ده انقرض ومبقاش يستعمل، الى ان لمعت الفنانة نجوى فؤاد وحبت انها يعني ترجع اللون ده تاني، واستخدمت يعني اسلوب في الموسيقى الاستعراضية، ولأول مرة يقدم لها مثلا الموسيقار الجيليني الأستاذ عبد الوهاب رقصة قمر 14. فبالنسبة لها كانت نقلة كبيرة جدا في عالم الاستعراض، وتوالت بعد كده انها قدمت مع الأستاذ سيد مكاوي والأستاذ سلطان، الى ان وصلت انا معها وقدمنا نوع اخر، بدل ما هي موسيقى بس، لا نبين امكانياتها الغنائية، وعملت لها اكثر من 10 او 12 استعراض، كان اخرهم استعراض رحالة، وبتغني فيه وبترقص فيه.